المرتبة الثانية عدد المسارعة. نيفو راه يطلع في الجزائر، ربي وفقنا الحمد لله كلاسينا بريمي بلاس. كانت منازلة قوية في النهائي، النصف النهائي والنهائي كانت منازلة قوية وربي وفقنا الحمد لله كلاسيت. كانت المباراة قوية في المنافسة تاعي، وأشاك فوا نطيحوا كيف كيف، أشاك فوا نطيحوا فينال هكا، وربحتني ربحتني، واليوم الحمد لله ربحتها، وهذه كامل بفضل المجهودات والتدريبات، والحمد لله لحقنا لهذا المستوى. قادر ندير ما خير على كل حال، مي واش راح ندير؟ مرتبة ثانية إن شاء الله نخلفوها البطولة الوطنية، بطولات اللي مازالوا إن شاء الله، هذه كما نقولوا بداية على الموسم هذه إن شاء الله، ربي يوفقنا إن شاء الله، ونشكروا كما يقول لك المنتخب الوطني، كما يقول لك قيادة الجيش الوطني الشعبي على الدعم تاعها، والحمد لله. مستوى كان لاباس به، وين قدرت نكونفيرمي ما بلاس، حافظت على لو تيتخ تاعي ديجا اون 2016، راني زدت خرجت اون 2017، ان شاء الله هذا يزيد يفتح لي الابواب باش نجوز لاهداف اخرى ان شاء الله، بين بطوله افريقيه وبطولات اخرى.